اليوم تمت المواجهة ديال المسيرة السلمية التي كانت تخوضها الأطر الصحية بجميع فئاتها، أطباء وممرضين وإداريين وتقنيين. المسيرة السلمية كانت مقررة أنها تكون من باب الحد في اتجاه البرلمان، تم القمع ديالها بشراسة. هذا القمع غير الذي نندد به كان مقاربة غير موفقة للقوات الأمنية، لأن الأطر الصحية دائما معروفة بالنهج السلمي ديالها. كما نندد بهذا القمع ونندد بالمقاربة ديال الحكومة التي ترفض التنزيل ديال الاتفاق القطاعي اللي تم المصادقة عليه في جودو جنبير ويناير، ومن يناير إلى الآن إلى حدود الساعة رئيس الحكومة وزير الصحة يرفضوا أنهم يحركوا ذاك الاتفاق القطاعي ويخولوا الأطر الصحية بجميع فئاتها، يخولوهم مطالب المشروعة ديالتهم واللي فيها الزيادة في الأجرة، فيها إضافة درجة خارج الدرجة، فيها الحفاظ على مكتسبات موظف عمومي واللي منها الحفاظ على جميع المكتسبات اللي كانت في القانون الأساسي ديال الوظيفة العمومية الصحية ديال الوظيفة العمومية، واللي بقى في إطار القانون ديال الوظيفة الصحية اللي بغات الحكومة تنزله. احنا كممرضين واطباء واطر صحيه كنرفضوا هذه المقاربه الامنيه. كذلك كنقولوا بان الحكومه كنقولوا للحكومه بانه ما غاديش نتراجعوا ولا نستسلم ابدا تجاه المصالح ديالنا اللي مضمنه في ذاك الاتفاق، واللي ما هي الا واحد الكم ضئيل وواحد لو مينيموم كما كنقولوا اللي غادي يضمن الكرامه وغادي يضمن المصالح ديال الاطر الصحيه عامه. كموظف عمومي البي بي ار يعني الاجره يجب ان نتقاضاها، تبقى نتقاضاوها من الماليه، ما يتمش سميتو التقاضي ديالها من المؤسسات الجهويه اللي غادي تولي تسير الجهات. احنا كموظفين ديال قطاع الصحه كنقولوا رئيس الحكومه انه لا محاله من تنزيل الاتفاق كما تم الاتفاق فيه مع النقابات الصحيه. كذلك كنقولوا له بانه لا تنازل عن النقاط الخلافيه اللي فيها ترقيه الاستثنائيه للممرضين المساعدين والسنوات الاعتباريه للممرضين اللي ما استفدوش منها اللي خداو المعادله في 2017. وكذلك كنقولوا الاجراء ديال الزياده في الاجر، الزياده في البريم دو ريسك للممرضين والتقنيين والاداريين من 2024 ولا ماشي 2025. اللي بغينا نبلغوكم كتنسيق رقابي هو انه ما غاديش نحيدوا من هنا من هذه المسيره اللي تم القمع ديالها. علاش؟ علاش؟ لانهم معتقلين لينا بعض الاخوان ديالنا ليه؟ اليوم مهني الصحة كافة يعني لبوا نداء ديال التنسيق النقابي من اجل انجاح هذه المسيرة الوطنية. مع الاسف الآلة القمعية كان عندها رأي آخر، لأن تم مواجهة هذه المسيرة هذه وإيقافها في خطوتها الأولى في اتجاه البرلمان بطريقة فعلا وحشية. أقل ما يمكن أن نقول عنها هو أنها وحشية، يعني كان هناك ضرب وتنكيل بالمناضلين، تم هناك اعتقالات بالجملة، إصابات بالجملة في صفوف المهنيين ديال الصحة. مسألة غير مقبولة أن يتم يعني مقابلة بشكل نضالي سلمي بهذه الطريقة هذه، وحنا في دولة اللي يعني تتعالى فيها أصوات والشعارات ديال العدالة الإنسانية وديال الدولة الاجتماعية ومجموعة ديال الشعارات، فين هي هذه الشعارات هذه؟ كيف يتم يعني مواجهة محطة نضالية كتقوم بها أزيد من ثمان نقابات، يعني مؤسسات يعني اللي هي ديال الدولة ديال يعني ممثلة من طرف مهني ديال الصحة، يتم مواجهتها بهذه الطريقة الوحشية. المسألة غير مقبولة. رسالة وحدة اللي كانت عندنا قبل المسيرة، احنا لم نزد بها إلا إصرارا، هو أنه لن نقبل إلا بالاتفاق الذي تم توقيعه، لأنه يعني بكل صراحة يمثل الحد الأدنى لانتظاراتنا. يعني احنا كنا كنتوسموا من الاتفاق اكثر من ذلك، ولكن ما دام النقابات وقعات مع وزاره الصحه يعني بحضور القطاعات المعنيه واحد الاتفاق احنا لن نتنازل عليه، ويعد يعني محاوله رئيس الحكومه الالتفاف على هذا الاتفاق هو يعد عدم وفاء بالوعود الانتخابيه ديالو، ويعد استهتار بمهني الصحه، وهذه مساله غير مقبوله.